خلينا ننهي هذه التغطية الإخبارية ببيان وزارة الصحة المصرية. وزارة الصحة والسكان أعلنت منذ قليل عن ارتفاع عدد الحالات اللي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. كشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصري وثلاث فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم من أصل 147 حالة اللي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية. كمان أوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصري، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية بتبلغ من العمر 75 عام و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عام إلى 65 عام من محافظتي القاهرة ودمياط. وقال مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل بتخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. أيضا ذكر خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 536 حالة، من ضمنهم 116 حالة تم شفائها وخرجت من مستشفى العزل و30 حالة وفاة. ده كان بيان وزارة الصحة النهاردة. بهذا البيان